لك مغيرك يعني مغيرك يا قديمه. مالت عليك، روح جعل سيارتك تبنشر كل يوم. ايه سياره. السيارة اللي معك هذه ووقفها قدام الصيدلية ومخليها شغالة؟ لا الله يسلمك. أجل عند المخبز؟ لا الله يسلمك. أنا قدام البقالة؟ لا الله يسلمك. هذه طال عمرك أنا فصل الشارع طال عمرك، وهذه مخالفة مرورية. أنت وحي ولا مدوي؟ طال عمرك اصبر شوي، عطني فرصة أتكلم. الله يطول عمرك، أنا طال عمرك كنت ماشي بالشارع طال عمرك وماشي وشوي شوي والله ما عندي من الشيطان طريق، اشكره شوي للونيت طخ وصدمني طال عمرك، شوي انحاشت السياره والونيت. الله يسلمك. ايه يعني هالحين انت معك سيارتي واحده ولا سيارتين؟ انت وحي ولا مدوي؟ الله يسلمك، وشلون اسوق سيارتين يعني رجل منا ورجل مني طال عمرك؟ ما يصير. الله يسلمك، انا اقول انا ماشي بالطريق طال عمرك، اقول لك اشكره مره وماشي طال عمرك شوي للونيت اللي وراي طال عمرك صدمني. نزلت طال عمرك ابى اتفاهم وياهم اقول لهم ليش الصدمه هذه؟ بس طال عمرك ما دريت طال عمرك لسيارتي نحاشوا فيها وشوي الولد وراه طال عمرك وصرت اركض وراهم طال عمرك سرقوها وراحت. افا يعني مثل ما يقولون فص ملح وذاب. خير يا عسكري، وش فيه؟ الاخ نايم ولده في السياره وراء وانسرقت السياره، وهو ما يبي السياره يبي ولده. ها احمد ربك، احمد ربك ان ولدك مو هو ورا بالسياره. الا طال عمرك الحمد لله انه انا ما كنت ورا بالسياره. انا اسف، سامحيني. اللي ما له قديم ما له جديد، والمثل يقول قديمك نديمك لو الجديد اغناك. طز فيك. بايعج 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 وبالثلاث.